تكلمنا عن تايبس اوف كيز شنو قلنا؟ اللي هي سكوير فلات بقيها بالشكل سكوير فلات اللي نقول ديزاين كي شنو المقصود بالديزاين؟ التصميم الأقل شنو التعريف بها؟ الدايميتر دايميشن مالتها اللي هي والاتش او التي والار دي اوكي ما عندي دي ما عندي انا اخذها نعتمد عليه الدي جاي من الشفت نتصل من الشفت اعتمد عليه الدي جاي اتش دبليو جاي دبليو والاتش والار اوكي نعم بالنسبه للسكوير فالدبليو راح تساوي لي الاتش او التي والار لها قانون اللي هو قلنا شلون لوجهه الار مالت الكي نطلع معادلات دكتور بالدكتور مع معادلتين نساويها عندي اول شيء ايش اجيب لازم؟ التورك اول شيء راح عندي التورك من الشفت اوكي؟ نعم التورك اللي جاي من الشفت راح اجده عن طريق باور على الاوميجا لازم تكون عندي معلومه باور كل اوميجا والان او الاوميجا لو عايز الان لازم اجيب الاوميجا اوكي اقسم الباور على الان اجيب التورك باور على الاوميجا باور على الاوميجا بعد ما اجيب التورك هذا التورك المنقول بالشفت هو نفس التورك المنقول بالكي اوكي ولاحقا راح ناخذ التايب الثاني من الاكسسوارز اللي هو هذا التايب الثاني اللي هو الكابلينج وليس الكابلينج واللي اخذنا اول نوع من المحاضره السابقه من الكابلينج لان شنو اول نوع من الكابلينج هذا عندي يكون يعني اكثر من نوع من الكفرنس اللي هو ايش قلنا شنو هو؟ فلنج فلنج اللي هو في شفه طالعه نعم مربوطه براقي مربوطه مع بعضهم طبعا هذا الفلنج في جزئين هذين الجزئين يكون المربوطات عن طريق البراقي عن طريق البولز اوكي بولز موزعه على طول الفلنج على القطر مالت الفلنج اوكي قلنا التطبيقات مالتنا عندنا عدة تطبيقات بالنسبة